السلام عليكم ورحمة الله مشاهدي الكرام أينما تكونوا، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صحف اليوم، مع نطالع أبرز ما طالعتنا به بعض الصحف المحلية والعربية من قضايا وعناوين خاصة بالشأن اليمني، ثم نناقش تلك القضايا مع ضيوف كرام. لكن قبل ذلك نذهب إلى أبرز ما عنونت الصحف لهذا اليوم. البداية من وكالة خبر وفيها نقرأ: ميليشيا الحوثي تخفض جودة الإنترنت عن معظم المناطق اليمنية، تعز نشوب حريق في تجمع لسوق السوداء للمشتقات النفطية بمديرية خدير، مركز حقوقي يوثق 83 انتهاكا طالت مدنيين في تعز خلال يناير الماضي، ضبط شحنة صواريخ حرارية في منفذ اليمن الحدودي مع عمان، بدء العد التنازلي لعقد مؤتمر المانحين بشأن اليمن، هل تنجح نجمة هوليوود بتحسين وجه الأمم المتحدة؟ ميليشيا الحوثي تستولي على منازل مناهضين لها في الحديدة وعمران. في صحيفة الشارع نطالع: أمن المهرة يضبط شحنة صواريخ حرارية قادمة من عمان كانت في طريقها للحوثيين. المبعوث الأممي يختتم الأسبوع الأول من مشاوراته مع الأحزاب السياسية في اليمن. السعودية تكشف عن هجوم مسير استهدف مصفى نفطية في الرياض، والحوثيون يتبنون هجمات على أرامكو. إصابة 4 أشخاص واحتراق 6 سيارات جراء حريق التهم سوقا للوقود المهرب للحوثيين في ريف تعز. الدفاع السعودية تعلن تحرير فتاتين أمريكيتين احتجزتهما ميليشيا الحوثي في صنعاء. في أخبار اليوم: ضبط 52 صاروخ كورنيت حراري مضادة للدروع في منفذ شحن قادمة من عمان في طريقها للحوثيين. قصف جوي ومدفعي يستهدف تجمعات ومواقع الميليشيا الحوثي جنوب مأرب. مقتل 4 من الميليشيا الحوثية بينهم قيادي في اشتباكات بينهم على الوقود في تعز. إنقاذ 2 أمريكيتين محتجزتين لدى الحوثيين في صنعاء في عملية أمريكية سعودية. في عدن الغد: ظاهرة منتشرة في عدن، الناس من القهر والعوز تمشي وتكلم نفسها، جماعة الحوثي تهدم نصب تذكاري تركي في صنعاء. وزير سابق يكشف عن مفاوضات لإعادة تصدير الغاز اليمني للأسواق الأوروبية، الحوثيون يختطفون شخصية اجتماعية في الحديدة. إلى بعض الصحف العربية الصادرة هذا اليوم وعناوينها الخاصة بالشأن اليمني، والبداية من الشرق الأوسط: السعودية تعلن تحرير أمريكيتين من صنعاء ونقلهما إلى الرياض، الخارجية الأمريكية للشرق الأوسط نشكر شركاءنا، حريق صغير نجم عن الاعتداء ولا إصابات أو تأثير على الإمدادات، هجوم بطائرات مسيرة يستهدف مصفى في الرياض، البنتاغون رؤية مشتركة أمريكية خليجية لتعزيز القدرات الدفاعية، تركيز على صد الخطر الإيراني بحرا وجوا في المنطقة، الحوثيون يساومون السكان، غاز الطهي مقابل تعبئة فكرية وعسكرية. في القدس العربي: الحوثيون يرفعون أسعار البنزين 43% في شمال وغرب اليمن. وفي ذات الصحيفة غوتريش: أزمات اليمن وسوريا وليبيا معقدة لكنها غير مستعصية. في العربي الجديد: اليمن قفزة في أسعار غاز الطهي في السوق السوداء. الصليب الأحمر على العالم ألا ينسى اليمن وسط حرب أوكرانيا. في الاندبندنت عربية كتب خالد اليماني وزير الخارجية السابق تحت عنوان: اليمن تعميق الكارثة الإنسانية، في حال توقفت الحرب في عام 2022 سيكون بمقدور اليمنيين العودة إلى مستويات الحياة التي كانوا عليها قبل الحرب في العام 2050. في وكالة الأنباء السويسرية: الحوثيون في اليمن يعلنون المسؤولية عن هجوم بطائرات مسيرة على مصفاة في الرياض. وفي اليوم السابع المصرية: اليمن تدين استهداف الحوثيين مصفاة تكرير بترول في السعودية. وفي صحيفة اليوم السعودية: بعملية أمنية تحرير فتاتين أمريكيتين من قبضة الحوثي في صنعاء، التحالف ينفذ 14 عملية ضد الميليشيا الإرهابية وخسائر بشرية ومادية في مأرب. داخلية العرب: ميليشيا الحوثي تسعى لتقويض الأمن والاستقرار. وأخيرا في صحيفة الاتحاد الإماراتية: الحوثي يستولي على ممتلكات معارضين في البيضاء. تحت عنوان همة الأعيان الأحرار تحرق أطماع السلالة كتب العميد الركن محمد الكمعين:
استطاع الحوثي وببراعة وخبث شيطاني أن يسخر القبيلة اليمنية ومشايخها وأسلافها وعرفها وتمسكها بالقيم والعادات والتقاليد وبطولة وشجاعة رجالها، فجعل بعضها تعمل في صالح مشروع الحروب وباستمرار وباستخدام كثير من الأساليب ترغيبا وترهيبا، والتي جعلتهم وبدون إدراك وقودا مستمرا ومخزنا بشريا هائلا لا ينضب. وقد أدرك الحوثي حقيقة ذلك الدور عبر قراءته الجيدة لتاريخ أجداد الأئمة، حيث كانت القبيلة الركن الأساسي لتثبيت سلطات الأئمة، وكانوا وللأسف جوشهم في كل معاركهم طوال تاريخهم. ولذلك فكان إغراء المشايخ بمناصب جاه وهمية أو ضمان بقائهم فيها أو التهديد بفرض مشايخ موالين لهم أو زعزعة أمن القبيلة، وكانت أساليب كسر ناموس رموز القبيلة بتفجير بيوتهم كنوع من أنواع الإذلال للقبيلة ولبقية القبائل. وتعتبر من ضمن أساليب بإجبار المشايخ على العمل معهم حفاظا على ماء الوجه والهيبة. وفي الأخير كل ما يحتاجه من القبيلة هو التحشيد المستمر لمعاركهم دون الالتزام بأي حقوق تجاههم أو تجاه مناطقهم من خدمات أو غيره. وعلى قاعدة فرق تسود، فإن إذكاء الثارات والصراعات فيما بين القبائل وضمان استمرار خلافاتهم من ضمانات بقاء حكمه ودوام عرشه، ولذلك يعمل على تغذيتها باستمرار إشغال القبيلة والمشايخ في صراعات لا تنتهي. يعلم الحوثي أن القبيلة إن أدركت خطر مشروعه ولا عيب عليهم فإن لا حاضنة له ولا دوام لحكمه، لذلك فنحن نعول كثيرا على دور المشايخ الأحرار كما كانوا دوما وأبدا في توعية قبائلهم كونهم الأكثر قدرة على مخاطبة رجالهم، وبعيدا عن المشايخ أو العقال المعينين من الحوثي. من الأخبار هذا اليوم، مباحثات سعودية يمنية من أجل تسهيلات لتوفير المشتقات النفطية من شركة أرامكو السعودية. يأتي هذا الخبر وهذه المباحثات في ظل أزمة خانقة تعصف باليمن شمالا وجنوبا، أزمة مشتقات نفطية لدى المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي هي مفتعلة، بل رفعت سعر الوقود هناك بأكثر من 43% في سعر جالون البنزين. أيضا هناك إشكالية كبرى في المناطق المحررة في أزمة وقود وصلت حتى إلى محافظة مأرب الغنية بالنفط، فمن المسؤول عن مثل هكذا كوارث وعن هذا العذاب والجحيم الذي يعيشه المواطن اليمني منذ سنوات؟ وماذا عن أزمة الغاز المنزلي، الأزمة الأخرى التي هي لا تقل فداحة عن أزمة البنزين وأيضا الديزل؟ هذه الأسئلة أطرحها على ضيفي من القاهرة الدكتور عبد القادر الخراز، أستاذ تقييم الأثر البيئي المشارك في جامعة الحديدة ورئيس حملة لن نصمت المختصة بفساد النفط والغاز. أهلا بك دكتور عبد القادر. أهلا وسهلا فيكم، مساء الخير عليك وعلى المشاهدين. وسينضم إلينا أيضا ضيوف كرام، لكن قبل ذلك نتوقف مع فاصل قصير. لو بدأت معك دكتور عبد القادر الخراز، ربما من هذا الجحيم الذي يعيشه المواطن اليمني سواء في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية أو حتى في المناطق المحررة، هناك إشكاليات ربما كبيرة في موضوع المشتقات النفطية. أنتم في لن نصمت تحدثتوا عن فساد مهول في هذا الجانب، ترى من المسؤول عن هذا الجحيم الذي يعيشه المواطن؟ الحقيقة أنه الأزمة ليست وليدة اليوم، يعني هي زادت حدتها، ولكن حتى في مأرب اللي هي مصدر للمشتقات النفطية وللنفط الأزمة فيها من أكثر من سنتين وهي مستمرة. وما أتذكر أنه إحنا أصلاً نشرنا في 2020 تقريباً أو بداية 2021 عن هذه الأزمة عندما بدأت تستفحل، ونشرنا بالوثائق الكميات والتي سنتحدث عنها أثناء هذا الحلقة إن شاء الله. طبعا المسؤول بكل وضوح هنا طبعا هي المسألة قطاع النفط، هو يختص بوزارة النفط والشركة اليمنية للنفط أو شركة النفط اليمنية، سواء الإدارة العامة المتواجدة في عدن أو فروعها في المحافظات وفي مأرب، يعني أحد فروعها الموجودة. أيضا يتحمل المسؤولية السلطات المحلية في المحافظات،
طبعا الحوثي يعني هو يستغل هذه الأزمة ليزيد الحمل على الشعب الذي يقع تحت سيطرته، وأنا أقول دائما هو الآن أصبح في مرحلة سلخ الجلد لهذا الشعب. وهذه كل ما مرت فترة وهو يزيد المعاناة على الشعب الذي تحته، ويتحكم في كثير من الأمور الخاصة بالمشتقات النفطية داخل المناطق التي يسيطر عليها. ولو تابعنا كان حجز أكثر من يعني أو عشرات النواقل في محافظة الجوف ولم تصل إلى صنعاء حتى يرفع السعر، وصلت سعر الدبة إلى 45,000 ريال في صنعاء. فهو أساساً الحوثي لا يهمه يعني بقدر ما يهمه العوائد التي تفيده في حربه المستمرة وفي إشباع قياداته للأسف التي يعني عاثت في هذا البلد فسادا وأثرت على حساب هذا على حساب معاناة الشعب. تحدثت أنت دكتور أنها مرحلة سلخ الجلد ما يقوم به ما تقوم به ميليشيات الحوثي ضد المواطن اليمني وبحق المواطن اليمني، وأيضا أشرت إلى موضوع الناقلات المحتجزة في الجوف. في نظرك ما هي الأسباب التي جعلت ميليشيات الحوثي تمنع مئات القاطرات من دخول مناطق سيطرتها مع شدة الأزمة الموجودة في مناطق صنعاء ومناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي؟ هي تزيد العبء، يعني هو زي ما قلت لك هو لا يهمها أنه الشعب يكون مرتاح بقدر ما يهمها أنه يبقى في العبء، وحتى لا يفكر حتى في أي تغيير، أو أنه يعني هي لا تفكر أنه ممكن يكون وسيلة ضغط. وربما الآن لو تابعنا أمس يمكن ربما حدثت بعض الأشياء في داخل صنعاء وأصبح يعني مثل هذه الحوادث تثير السخط الشعبي ولا يستطيع يتحملها الشعب يعني كثيرا. وكان مثل ماذا تقصد ماذا دكتور؟ نعم تقصد ماذا الذي حدثت في صنعاء بالأمس؟ حدثت أعتقد بعض المظاهرات في بعض الأماكن في شارع 60 وغيرها في صنعاء احتجاجا على الأزمة النفطية وارتفاع سعر البترول إلى 45,000 ريال للدبة. وهذا نوع من السخط الشعبي الذي يبدو أنه بدأ يتحرك، ولكن يجب أنا أقول. وأيضا كان هناك كتابات وشعارات موجودة، وكانت كتابات على الحيطان في الشوارع وكذا، ولكن يجب أن يتحرك المثقفين الأكاديميين الناشطين في لا يبقى الشعب المسكين يتحمل مثل هذه بوحده، يجب أن يتحركوا ويدخلوا حتى في المظاهرات. نقول لا يجب أنه أحمل الضعيف اللي مش قادر حتى يلقى نص دبة غاز، عرفت، يتحمل هذه المسألة. وبالتالي الحوثي أساسا هو هدفه أنه يعمل إثراء وجمع أموال من حجز هذه ويعيش الشعب في أزمة، ربما أنها تكون يعني هي تكون إيجابية للشعب أنه يتحرك ويتكلم، وهذا شيء مهم. الجانب الآخر وهو الجانب الأهم في المناطق المحررة، وهذا لا يعفي الشرعية من رئيس الوزراء إلى رئاسة الجمهورية إلى وزارة النفط إلى الشركات التابعة لها، من التلاعب ومن مافيا النفط. طبعا مافيا النفط للعلم هي مشتركة ما بين مناطق الحوثي ومناطق سيطرة الشرعية، ويتبادل الأدوار في كثير من الأمور، وتنتقل هذه الناقلات يعني من مناطق الشرعية إلى مناطق الحوثي وتدخل في التحكم هذه المافيا النفط. وما يحدث في مارب بالذات وفي عدن أيضا واضح بشكل كبير. يعني مثلا أنا أعطيك صافر تنتج يوميا من المشتقات النفطية تقريبا 600,000 لتر بترول أو بنزين و 450,000 لتر ديزل. إلى جانب ذلك تنتج ما يسمى السي 5، وهو ما يسمى البنزين المحسن، وهو يعني ليس بنزين محسن، هو مغشوش، يعني رقم الأكتان فيه منخفض وليس صحيح ويضر بمحرك السيارة، ومع ذلك الناس في ظل ما هو من أزمة تتقبل وتروح تشتريه. طبعا هذا كمية السي 5 تصل يوميا، أنا أتكلم عن كميات يومية تصل إلى 600,000 و800,000 لتر، وكانت سابقا وما زالت تباع في السوق السوداء، وكان يتحكم بها عدد من الأشخاص في شركة النفط. وداخل نقولها بكل وضوح يجب على السلطة المحلية وهناك داخلها من يتحرك في هذا الإطار على 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 اللعب في السي 5. وكانوا يذكروا أنه كمياته غير يعني كبيرة وأنها بسيطة، وعندما كشفنا قضية السي 5 وأنه الكميات توصل إلى 800,000 ونشرنا وثائق في هذا الإطار في الحملة، ظهروا المافيا الكبرى التي في رئاسة الجمهورية، وأنا أتكلم بوضوح طبعا وأشكر القناة أنها تعطي هذه المساحة الواضحة في هذا الإطار والشفافية في هذا الإطار.
تحركت مافيا الرئاسة، تحركت مافيا رئاسة الوزراء، تحركت مافيا النفط، وبدأوا في صراع هم ومحافظة مأرب وشركة النفط في مأرب على من يستولي على السي 5 ويقوم ببيعه، وحصل ما بينهم قسمة وما زالت الأزمة. هذا السي 5 طبعا معظمه هو ما يذهب إلى مناطق سيطرة الحوثي في صنعاء أيضا، ولا يوفر في مأرب. يعني عندما تأتي للكمية اللي هي البنزين العادي اللي هو قلت لك 600,000، ستجد أنه لا يوزع للمحطات الرسمية، لا يوزع حتى نص الكمية. يعني حسبنا إحنا تقريبا ما بين 45 إلى 50% من الكمية. وسألنا وتساءلنا في الحملة وأرسلنا رسائل إلى وزارة النفط، إلى شركة النفط، ولم يردوا، حتى إلى شركة صافر، أين تذهب الكمية المتبقية وأين يتم توزيعها وكيف تورد إلى البنك. هذه الأموال أيضا كثير منها لا يورد إلى البنك المركزي، هناك تلاعب كبير سواء في الغاز أو في النفط. الجانب أيضا الآخر، وأنا يمكن تحدثت فيه عن المشكلة هذه، أيضا الأدوات التي يتم تعيينها أو اللي هي ماسكة حاليا هي فاسدة، وعليها كثير من القضايا، ومع ذلك لا السلطات المحلية ولا الجهات المركزية تقوم بدورها في التحقيق. هناك قضية مفتوحة أعتقد في النيابة العامة في مأرب حول هذه المواضيع اللي ذكرت، وهناك ضغوطات لتوقيف هذه القضية. أيضا مدير شركة النفط الجديد، والذي خلال يمكن شهرين رفع سعر النفط في عدن 3 مرات، من 800 أو من 700 إلى 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 885، وبعدين إلى 995، وقبل أسبوع رفعه إلى 1000. هذا الشخص أيضا هو اصلا يعني، ونحن نشرنا في الحمله، يعني انت عندما تاتي من يعني عندما يعني الفضيحه الكبرى التي حدثت في مؤتمر المناخ، والتي هو كان قائد هذه الفضيحه بادخال او تهريب اشخاص الى بريطانيا على انهم يتبعوا مثلا وزاره البيئه او هيئه حمايه البيئه، ودخلهم يعني ضمن الوفد الحكومي، وهؤلاء طلبوا لجوء سياسي او لجوء عفوا في بريطانيا. وهذه فضيحه، وتم في نفس اليوم التي اكتشفت فيه هذه المسألة تم تعيينه مدير عام شركة النفط اليمنية في شهر تقريبا 11 أو نهاية 11 2021. جميل دكتور، فقط نتوقف هنا عند هذه النقطة، سأعود ربما لأسألك في كثير مما أثرته سابقا، لكن دعنا نشرك أيضا معنا في هذا النقاش الدكتور خالد باطرفي المحلل السياسي السعودي. أهلا بك دكتور خالد. يا هلا حي دكتور خالد. ربما مواضيع كثيرة أود أن أسألك اليوم عنها، لكن أبدأ الحديث الذي نشر اليوم أن هناك مباحثات يمنية سعودية لتوفير تسهيلات المشتقات النفطية إلى الداخل اليمني عن طريق أرامكو. هذه الخطوة إن تمت كيف يمكن قراءتها؟ هل هي ربما ستكون عن طريق تسهيلات في الأسعار، أم ستكون منحة مجانية مقدمة عن طريق البرنامج السعودي لتنمية وأعمار اليمن، أم ماذا؟ لا، حتكون تسهيلات. اليمن بلد نفطي بالمناسبة، يعني يفترض أنه مصدر للنفط، وأنا أستغرب أنه يحتاج لاستيراد منتجات نفطية، ولكن يبدو أن هناك مشكلة إدارية أو بيروقراطية أو فساد يمنع إيصال المنتج إلى المستهلك بشكل عادل وبشكل وبالسعر المناسب. عموما السعودية قررت أن تتعاون مع الحكومة الشرعية وتوفر منتجات بأسعار يعني فيها رمزية أو أسعار منخفضة وبتسهيلات معينة، حتى لا يبقى هناك عذر في إيصال هذه المنتجات إلى مستحقيها، وأن يكون هناك نوع من التعاون على الإشراف في لضمان إيصال هذه المنتجات إلى منافذ التوزيع وبالأسعار المعقولة وبالأسعار الرمزية التي بيعت بها أساسا. دكتور خالد، ربما نحن نعلم أن هناك أزمة في الطاقة عالميا وأسعار الوقود ترتفع، وبذلك ربما يضع الكثير من الضغوط، لكن سؤالي هو أن المملكة قدمت قبل ذلك الكثير من المساعدات في هذا المجال، مجال المشتقات النفطية والمنح أيضا، وحتى هناك ودائع مالية من أجل دعم هذا الجانب، لكن ما هو ملاحظ أن هناك الكثير من الكلام قد كتب والحديث عن أن هناك فساد واسع فيما قدم من قبل المتلاعبين ممن يأخذون تلك الأموال. ألا تتابع المملكة العربية السعودية والتحالف العربي
ما يقدمونه أيضا من مساعدات، ولضمان ربما عدم التلاعب به وإيصاله إلى الشخص الذي من أجله قدمت هذه المساعدات. المعرفة تراكمية والخبرة تراكمية، نحن يعني نتعلم من تجاربنا. وضح أنه في السابق كانت هناك مشكلة كبيرة عند الطرف الآخر، يعني التعاون مع الحكومة اليمنية على محاربة أو حل هذه المشاكل ومحاربة الأخطاء والفساد الحاصل وضمان عدم تكراره. ولذلك يعني فمركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية يقوم في كثير من الأحيان بتحمل مسؤولية يفترض أنها مسؤولية الدولة اليمنية، وهو إيصال المساعدات مباشرة إلى المستفيدين. هناك بالطبع يعني من التجارب السابقة هناك دروس مستفادة، وهناك إصرار من الجانب السعودي على ضمان أن المساعدات تذهب في طريقها المرسوم لها، وأن لا يحصل هناك تسرب لها إلى غير مستحقيها. دكتور خالد سعود، لاحقا لأسألك ربما عن خبر اليوم نشر عن استهداف حوثي لشركة أرامكو، وأيضا عن تحرير فتاتين أمريكيتين من صنعاء عن طريق العملية خاصة للقوات السعودية. لكن قبل ذلك أذهب إلى ضيفي من القاهرة وأعود إليك دكتور عبد القادر. الحديث عن الفساد الحاصل فيما يقدم من منح لربما دعم المشتقات النفطية أو حتى دعم آخر داخل اليمن، أنت كيف تقرأ هذا الملف وهو ربما ملف شائك وكثير من علامات الاستفهام حوله؟ الحقيقة أنه فعلا في يعني سواء منحة الديزل لمحطات الطاقة أو الآن هذا الاتفاق، يعني ربما دول التحالف والسعودية على رأسها تعطي أشياء، ولكن في الأخير هناك أدوات تدير هذا الوضع. وكما ذكر ضيفك يعني عندهم تجربة أنه كان في خطأ معين. طيب إحنا قبل أن تعطي دعم جديد ويذهب أيضا إلى الخطأ السابق، يجب أن تعالج الخطأ السابق. كيف تعالجه؟ ليس فقط أنك الأدوات نفسها اللي ماسكة الحكومة على رأسها معين عبد الملك وغيرها من الأدوات للأسف الفاسدة والضعيفة لا يتم محاسبتها. يعني نحن نتكلم عن فساد كبير على مدى سنتين أو ثلاث وما قبله موجود، ولكن الفترة هذه أصبحت يعني بلا خجل، نحن نقول بلا خجل، ومع ذلك لا يتم محاسبتهم. فبالتالي أولا يجب أن تحاسب هذه الأدوات الفاسدة على ما مضى حتى تعطيها شيء جديد. أكيد هي ستفسد مدام لم تحاسبها، لا يكتفى حتى بالإزالة. أنا دائما ضد فكرة أنك تزيل المسؤول فقط، يعني كأنه العقاب هذا أكبر عقاب عندنا أنك تزيله وتجلسه في البيت. إذا أنا كمسؤول جديد تعينت أكبر ما سأفكر فيه أنه أجلس في البيت. يعني أما كمحاسبة وكعقاب قانوني لما أنا ارتكبت من فساد لن يتم محاسبتي. وبالتالي نحن نرسي يعني مبادئ للأسف في الفساد يعني تؤهل إلى زيادة وتوسع. اليوم كما قلت لك لم يعودوا يخجلوا، لأنه أكثر ما سيتعرض له هو سيخرج، واليوم حتى لن يخرج سيرقى. نحن نقول لك رقوا الرجل إلى مدير اللي هو عمار العولقي اللي كان بقضية تهريب البشر في مؤتمر المناخ، تم ترقيته لمدير شركة النفط. اليوم عدن تعاني يعني ثلاث مرات ارتفاع خلال شهرين وبدون أي حلول وبدون أي شيء. إلى جانب أنه مثلا يعني في اللي قال ضيفك أيضا، نحن دولة منتجة للنفط، أين يذهب النفط حقنا؟ أين تذهب المشتقات؟ وهذا لماذا؟ هو السؤال. أيوة، ولماذا لم تشتغل يعني مصفات عدن؟ مصفات عدن متوقفة، هذه كانت ستغطي جزء كبير من قضايا مثلا استيراد الديزل والمشتقات النفطية الأخرى، لم نكن بحاجة لها. لماذا يتم توقيفها؟ من هو المتلاعب فيها؟ وأنا أطرح أسماء، يعني أطرح أسماء، أسأل رئيس الوزراء، أسأل رئاسة الجمهورية، أسأل التاجر نفسه اللي هو يعتبر أنه كأن المصفاة له، أحمد العيسي. كثير من الأسماء هذه، لماذا هم هؤلاء سواء ما في النفط أو الجهات الحكومية هي من تلعب؟ وأنا أقولها بكل صراحة، هي اللي مسبب الأزمة في كل ما يحدث. نحن لدينا كثير من الكميات لما تحسبها ربما تفوق حاجة السكان. يعني نحن نتكلم إذا جمعنا السي 5 مع البنزين الموجود مع الديزل، نتكلم عن صافر فقط 2 مليون تقريبا
إلى 1,800,000 لتر في اليوم، غير ما أتكلم عن النفط الخام. النفط الخام نحن يعني آخر تقرير صدر من المنظمة العربية للدول المنتجة للبترول يتحدث عن 95,000 برميل من النفط الخام يوميا ينتج في اليمن، ووزير النفط يقول 55 ورئيس الوزراء ما اتفقوش حتى على الرقم، يقول 60-65. يعني ما اتفقوش، لا توجد حتى بيانات واضحة، رغم أنه هذه المنظمة رصدت الموضوع يبدو من حجم المبيعات التي تباع. هذه الأموال أيضا كلها لا تورد إلى البنك المركزي. هناك إشكالية كبيرة في هذا القطاع، وكما قلت هي أيضا في الأدوات التي تدير البلد هذه من حكومة ومن غيرها، وبالتالي الأزمة ستبقى مستمرة، لأن هؤلاء يريدون أن نعيش كشعب في استمرار الأزمة واستمرار حاجتك. اليوم تخرج أنت تبحث عن كم لتر، ما تبحثش عن دبة بترول، أنت تبحث عن كم لتر بترول، نص دبة غاز، تبحث كيف يعني توصل إلى بيتك، يعني لم تعد تستطيع تفكر في مستقبلك، مستقبل أولادك، تخطط. الحرب من جانب آخر، الأزمات من هذا الجانب، وطبعا حتى الأزمة اللي في مأرب هي يعني أنا أقولها شركة النفط وهي تخدم الحوثي في هذه الأزمة، وهناك كثير من الناشطين كتبوا في هذا الإطار وقالوا للمحافظ هذه الأزمة المختلقة ويجب عليك تغيير شركة النفط وإدارتها، هؤلاء يخدموا الحوثي. أنا أعطيك مثال آخر، شركة النفط في مأرب لديها 390 أو تقريبا 390 أو 92 محطة بترول في مأرب والجوف، وهي على أساس أنها عاملة أنظمة للرقابة، وحتى أنه لا يتم التلاعب وأنه تنهي الأزمة، ومن سنتين لم تنتهي، وعاملة نظام رقابة إلكتروني بكاميرات على المحطات. هذه 300 محطة وما فوقها هي تقريبا العام الماضي، يعني عندما نزل أحد قضاه إلى غرفة العمليات في الشركة، وجد أنه فقط 11 محطة مغطاة بهذا النظام. سألهم أين البقية؟ يعني ليش ما تراقبوش البقية؟ يعني تخيل 11 محطة من أكثر. جميل، هذه النقاط سأعود إليك للحديث عنها، يبدو أن توسع، لكن قبل ذلك أذهب إلى أعود إلى ضيفي دكتور خالد باطر في المحلل السياسي السعودي. دكتور خالد، أسألك سريعا عن ما حصل من استهداف مؤخرا لشركة أرامكو من قبل ميليشيات الحوثي بطيران مسير. يأتي هذا الاستهداف في ظل أزمة عالمية والحديث عن أمن الطاقة، وأيضا حديث عن زيارات أمريكية إلى الخليج بهدف تأمين إمدادات الطاقة وكل هذه الأمور. كيف يقرأ هذا الاستهداف في الداخل السعودي؟ يقرأ يعني تخرج نتائج التحقيقات، يقرأ اجتهادا من بعض المحللين والمعلقين بأن هذا يأتي للضغط على السعودية، لأنها تقف يعني موقف الناقد والمتحفظ على المباحثات النووية الجارية حاليا في فيينا، وخاصة ما تسرب منها أن هناك عدم تطرق لما يقلق السعوديين والخليجيين والعرب عموما في المنطقة من تصرفات وسياسات إيران المزعزعة للسلام. فلذلك يعني ربما أرادت إيران بهذا التصرف الضغط على السعودية بهذه الاستهدافات الجديدة. أيضا الحوثيين يعني تعرضوا لضربات موجعة في الأسابيع الماضية، ولعلهم أرادوا أن يقولوا نحن ما زلنا هنا وما زلنا رقما صعبا ونستطيع أن يعني نوجع ونستطيع أن نرد، فكانت هذه الضربة. هناك أكثر من تفسير لهذه الحالة، ولكن في النهاية هي يعني لم تؤذنا، يعني كانت تأثيرها ضئيلا، أسفرت عن حريق بسيط لم يؤثر على الإمدادات ولم يؤثر على المصفى بأي شكل. دكتور خالد، في ظل الوضع العالمي المأزوم في مجال الطاقة بالتحديد، هل تتوقع أن يكون هناك ردود فعل من المجتمع الغربي، من الإدارة الأمريكية، من الاتحاد الأوروبي، أكثر حزما تجاه ميليشيات الحوثي وتصرفها هذه المرة باستهداف أرامكو؟ ليس لأنها استهدفت أرامكو، ولكن لأن السعودية أخذت موقفا صارما هذه المرة. هم يريدون منا أن نتعاون
في إنقاذهم في تحرير المزيد من المنتجات النفطية لتخفيض الأسعار، رغم أن هذا يتعارض مع مصالحنا الذاتية. هم يريدون أن نضحي من أجلهم وهم لم يكلفوا أنفسهم بالقيام بتعهدات تجاهنا. يعني عدم تصنيف الحوثي منظمة إرهابية في عهد بايدن على سبيل المثال، وإيقاف كثير من الأسلحة أو صفقات الأسلحة التي وقعت عليها الولايات المتحدة مع السعودية مسبقا، والحملة الإعلامية ضدنا. فيعني نحن نريد أيضا مقابل لأي وقفة في يعني في الوقت الراهن أو مستقبلا. يعني السياسة مصالح، ولا توجد عداوات دائمة أو صداقات دائمة، بل مصالح دائمة. فخذ وهات. يعني الآن بوريس جونسون حسب التايمز البريطانية يستعد للسفر إلى السعودية الأسبوع القادم لينقل مطالب الغرب الأوروبيين والأمريكان، ويحاول إصلاح ذات البين مع سمو ولي العهد. المسألة ليست شخصية بالنسبة لنا، المسألة هي مسألة وطنية ومصالح وطنية. فإن جاء ومعه رسائل إيجابية تجاه ما يمكن أن يفعله الغرب لمناقشة أو لحل مشاكلنا في المنطقة، وأكثرها مصدرها واحد هي طهران، فأهلا وسهلا به. نحن نستطيع أن نتعاون في حدود ما يمكن أن نفعله، لكن إذا كان جاء فقط لتذكيرنا بالصداقة والشراكة والعمر الطويل بيننا، وليعطينا شعارات ووعود خالية من المضمون، فلن يجد أي تعاون يعني تجاههم. كان هناك أيضا حديث في صحف غربية الأسبوع الماضي بأن ولي العهد السعودي وأيضا ولي عهد أبوظبي رفض مكالمة من الرئيس الأمريكي بايدن في هذا الخصوص، وبذلك ربما البعض تحدث أنهم يعلوا من مصالح شعبيهما في هذا الجانب. سؤالي الأخير عن ما صدر اليوم من حديث عن تحرير فتاتين تحملان الجنسية الأمريكية، كانت ميليشيات الحوثي قد ضيقت عليهما في العاصمة صنعاء، وأن تحريرهما أتى بالشراكة مع المملكة العربية السعودية. نعم، عملية استخباراتية من الطراز الأول قامت بها وحدات سعودية بالتعاون مع الأمريكان، وتم دخول صنعاء وتحرير هاتين الفتاتين ونقلهم بسلامة إلى عدن، ومن عدن إلى الرياض، وتسليمهما للسلطات الأمريكية للمسؤولين الأمريكيين في السفارة الأمريكية. هذا دليل آخر على أن السعودية تتعاون مع شركائها في العالم ومع حلفائها في محاربة ومكافحة الإرهاب، وفي كل ما يعني يدافع عن مصالح الطرفين، وأن السعودية يعني رقم صاد، وأن أمريكا والغرب بحاجة إليها وبحاجة إلى صداقتها. أنا كنت أقرأ قبل قليل ما نشرته صحيفة التايمز وصحيفة التلغراف البريطانية، وفيها نوع من الارتداد والعودة بعد أن كانوا في السابق يحرضون على السعودية ويتكلمون عنها كدولة مبوذة أو دولة لا حاجة لنا بها. الآن هم يعترفون بحاجتهم إلى السعودية سواء أمنيا أو اقتصاديا أو سياسيا. الدكتور خالد باطر في الأكاديمية والمحللة السياسية السعودية، كنت ضيفي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. استقبل أيضا عبر الهاتف الأستاذ أنور العامري مدير عام شركة النفط فرع الحديدة. أهلا بك أستاذ أنور. أهلا بك أستاذ أنور. أزمة مشتقات نفطية في مناطق ميليشيات الحوثي، والأمر مفروغ منه والسبب معروف، تجويع وتركيع ومزيد من الإذلال هناك والتربح، لكن ما أسباب الأزمة في المناطق المحررة إلى حد اللحظة؟ وأرحب بضيفك الكرام وجميع المشاهدين وفاضل. بالنسبة للأزمة حاليا، مهندس أنور هل تسمعني؟ معك. نحن لا نسمعك بشكل جيد. فقدنا الاتصال بالأستاذ أنور العامري، سنعود إليه لاحقا، لكن قبل ذلك أذهب إلى ضيفي من القاهرة الدكتور
الخراز عبد القادر. دكتور عبد القادر، موضوع الغاز أيضا المنزلي وما يعانيها المواطن الآن في العاصمة صنعاء والمناطق التي تخضع لسيطرة ميليشيات الحوثي، من يريد أن يأخذ اسطوانة غاز عليه أن يذهب أولا إلى دورة طائفية وما إلى ذلك، وعن طريق عقال الحارات، وموضوع مؤلم. لكن هناك حديث اليوم في الصحف تحدث، وحتى وزير خارجية اليمن الأسبق الدكتور القربي تحدث أن هناك مفاوضات من أجل إعادة تصدير الغاز اليمني إلى أوروبا عن طريق بلحاف. الشعب يعاني من أزمة في الغاز المنزلي في عدن، في كل المحافظات، وحتى في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، وهناك حديث عن تصدير الغاز المنزلي الغاز اليمني، وما كثير من علامة الاستفهام حول هذا الملف بالتحديد. فعلا هذا ملف شائك وفيه علامات استفهام حول يعني المحادثات أو ما يتم تسريبه حول إعادة تصدير الغاز. يعني في أزمة غاز كبيرة في البلد، وهناك تحكم كبير فيها أيضا من مافيات ومن قطاعات في الدولة. أعطيك بس فقط بعض الأرقام، أنه تقريبا صافر تنتج حوالي من 2000 إلى 2300 طن يوميا من الغاز، وهذه كمية كبيرة طبعا، وهذه كانت تغطي الجانب المحلي حتى قبل الحرب. يعني هي كانت هذه الكمية التي تنتج وتغطي، أو كانت أقل حتى، كانت تصل إلى 1600-1800 طن في اليوم قبل الحرب، وكانت تغطي الاحتياجات المحلية من الغاز. مع ذلك الآن الإنتاج زايد وهناك أزمة، وأيضا نحن نسهل للحوثي طبعا. أيضا أضيف لك مع هذا الرقم أن الحوثي من خلال الغاز الذي يرسل له من مارب، طبعا نحن لا نقول أنه يقطع الغاز لأنه هذا شعب، هو شعب يمني، يجب أن توفر له كل احتياجاته عن طريق، لكن على العكس بالأمس أصدرت شركة صافر بيانا قالت فيها أن ما قدمت أو ما استخدمته ميليشيات الحوثي من اسطوانات غاز من شركة صافر خلال العام الماضي وخلال سنة فقط أكثر من 32 مليون اسطوانة غاز منزلي. نعم نعم، وأنا أقول لك أنه نحن يعني هذا جزء من الشعب لا يجب أن يترك بدون خدمات، لكن أنت تعطيها للحوثي الذي يتحكم في أكثر من ناحية. أولا هو يزيد السعر على المواطن، فتخيل كم أرباحه فقط، حسبناها ونشرناها أيضا في الحملة، تقريبا نص مليار سنويا يدخل من الغاز فقط من خلال رفعه للسعر على الشعب الذي تحته. نص مليار ريال، من نص مليار دولار، دولار نتكلم عن دولار. نعم نص مليار دولار، وحسبته هناك جداول. هذه أرباح ميليشيات الحوثي من الغاز المنزلي. نعم أرباح ميليشيات الحوثي، وتخيل الدخل أساسا، واللي أصلا لا يعرف هل هو يورد فعلا أو لا، تقريبا 200 مليون دولار. يعني الحوثي يأخذ أرباح نص مليار، والدولة أو صافر نفسها دخلها من الغاز اللي ينتج حاليا 200 مليون دولار في السنة، فهو رابح أكثر من اللي هو منتج واللي يدفع رواتب. الجانب الآخر، الحوثي يستغل هذه أيضا المادة في التحشيد. يعني يجب أنه تجد أنه إذا أردت أنه تتوفر لك، يعني تسأل كثير من الناس في صنعاء وفي غيرها، يجب أنك يكون عندك حد قد دفعته إلى أو تكون علاقتك مع المشرف الحوثي جيدة. نعم. فقط أستعذر، ربما أستسمحك للعودة إلى المهندس أنور العامري مدير عام شركة النفط. أتمنى هذه المرة أن يكون يسمعني بشكل جيد. أستاذ أنور، هل تسمعني؟ نعم أسمعك كثيرا. مهندس أنور، الأزمة في المناطق المحررة سواء في المشتقات النفطية أو حتى في الغاز المنزلي، ما هي الأسباب ولماذا تتفاقم يوما تلو آخر؟ أولا أخي العزيز أرحب بك وأرحب بضيوفك الكرام وبجميع المشاهدين. بالنسبة للأزمة، نستطيع القول بأن الأزمة في المناطق المحررة انتهت تماما، لا توجد هناك أزمة حاليا. ربما تتواجد في منطقة في تعز الأيام الماضية، قامت يعني أو كانت شركة النفط قامت بعمل اتفاقية بإدخال كميات إلى محافظة تعز، وفي الفعل بدأ الضخ إلى محافظة، توقفت بسبب قطاع في الطريق ربما اليومين الماضية، والآن إن شاء الله تتعاود أو ستعود مباشرة أو سل الكميات إلى محافظة تعز. أما بقية المحافظات بالكامل المحررة، المشتقات النفطية متوفر فيها وبالسعر الرسمي حتى لدينا. مهندس أنور، الأيام الفائتة شهدت حتى محافظة مأرب أزمة في المشتقات
النفطية، وهي ربما محافظة غنية بالنفط، ما كانت الأسباب وما هي المعالجات؟ محافظة نارب هي كلما تحصل أزمة في صنعاء أو في المناطق الخاضعة لمسيطرة السوق الحوثي تنعكس مباشرة على نارب. جميع هناك السيارات بكثرة يقوموا بسحب كميات، ومن ثم يقوموا ببيعها بالسوق السوداء أو تهريبها إلى صنعاء. هناك أيضا كمية تهرب من بعض ربما أصحاب المحطات رغم الرقابة التي تحاول تضعها شركة النفط، لكن التلاعبات لا زالت موجودة للأسف. الكمية التي في نارب ليست بكمية كبيرة، أيضا لا ننسى العدد الكبير أو النزوح الكبير الذي وصل إلى نارب. جميل. مهندس أنور، سؤالي الأخير لك في موضوع توحيد السعر. نحن نعلم أن سعر المشتقات النفطية في محافظة مارب يختلف عن حضرموت، يختلف عن عدن، يختلف عن تعز. هل من سياسة لتوحيد سعر المشتقات النفطية؟ نعم، هناك سياسة الآن حاليا السعر متوحد في أغلب المحافظات ما عدا ربما مارب، لأن مارب وضعها خاص لأنه لديها المصافي والنفط منها. سعر 3500 للدب البنزين، في حين في مناطق أخرى أغلى بكثير. نعم، إنتاج محلي أصلاً، لأنه إنتاج محلي، وأيضاً التكرير أيضاً في نفس في هناك يعني ليس مستورد، لا يوجد أي كمية نفط مستوردة، لذلك الكمية الموجودة في مأرب هي يلا بالكاد تغطي منطقة مأرب، إضافة إلى بعض المناطق قليلاً من سيئون، تعطى كمية قليلة إلى سيئون وإلى شبوة. ولا ننسى التهريب الذي يحصل كما قلت لك الى صنعاء. هناك قرار الان القادم اخي العزيز، او قرار الاستعانه بشركه ارامكو، هذا سيوحد فعلا السعر بشكل كامل في جميع الجمهوريات، في جميع المحافظات الجمهوريه، حتى المفترض انها توحد حتى في المحافظات الخاضعه لسيطره الحوثي. فقط ما الذي ستقدمه شركه ارامكو لكم من خدمات او من تسهيلات؟ شركة أرامكو طبعا هذه تعتبر تعد عملاقة صناعة النفط العالمي، لكن ما نوع ما ستقدمه من تسهيلات؟ هناك عدة مزايا ستقدمها أو ستنعكس على هذا القرار. عندما نتحدث على القرارات التي أو المزايا التي سيحصل عليها هذا الاتفاق، أولا وصول محروقات ذات جودة أعلى للسوق المحلي وبجودة أعلى من الجودة الموجودة حاليا التي يقوم باستيرادها التجار. أيضا ستكون الأسعار أقل من الأسعار الحالية بكثير بكل تأكيد، فلن يكون هناك أولا تجار وسطاء يطالبون بمبالغ كبيرة كهامش ربح وبريميوم وغيرها، إضافة إلى أجور النقل المنخفضة نظرا لقرب المسافة. أيضا حصول الحكومة على تسهيلات تتجاوب للظروف الخاضعة أو الخاصة بالبنك المركزي وبخزينة الدولة، استقرار أيضا أسعار صرف العملات الأجنبية نظرا لتوقف عملية المضاربات بين التجار الهوامي والنفط ايضا وبين التجار او تجار العمله، رفض خزينه الدوله ايضا بالارباح التي كانت تذهب سابقا للتجار. ومن بين اهم المزايا التي انا اراها في نظري شخصيا هو ايقاف تجاره النفط الحوثيه وايقاف تجارتهم من استيراد النفط، وبالتالي ايقاف كل ذلك التباكي الحوثي من وقت لاخر بمزاعم خساره السفن النفطيه، مما يعني ستتوفر كامل الكميات الى شركه النفط اليمنيه في عدن، وتقوم بتوزيعها عبر شركة وحيدة والتي ستقوم بدورها تسليم هذه الكميات بخصوص أيضا القرار 30 رقم الحكومي رقم 30 الذي ينص على حصر توزيع المشتقات النفطية على شركة النفط، بالتالي ستكون هناك شركتين. وضحت الفكرة مهندس أنور العامري، مدير عام شركة النفط فرع الحديدة، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات، ولم يعد لدي مزيد من الوقت، فقط في أقل من 40 ثانية دكتور الخراز، إن كان لديك تعليقات أو إضافة. الدعم هو يأتي دعم، للأسف نحن يعني كما قلت الحكومة وشركة النفط وزارة النفط هي ثقب أسود، كله يذهب الدعم هذا، والوديعة السابقة كانت خير دليل، السعودية تعطي والدول الأخرى تعطي، ولكن نحن لدينا أدوات فاسدة للأسف تدير هذا البلد، وهذه هي المشكلة الأساسية، مهما أعطيت سيختفي في ثقب أسود، مثل أيضا تمويلات المنظمات التي نتحدث عنها. الدكتور عبد القادر الخراز، أستاذ تقييم الأثر البيئي المشارك بجامعة الحديدة ورئيس حملة لن أصمت المختصة بفساد النفط، كنت ضيفي من القاهرة، شكرا جزيلا لك. شكرا. الشكر دائما لكم أنتم مشاهدي الكرام، لما تكونوا على حسن الإصغاء والمتابعة، غدا حلقة جديدة، إلى اللقاء.